الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ونحمد الله عز وجل ان جمعنا باخوتنا مره اخرى في هذا المسجد الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وكما أن الدرس كان في نواقض الإسلام فسيكون درسنا درسنا اليوم في فضل الإسلام وقبلها نلاحظ ذا تلك الاعواد التي اتخذها الاخوه ستره فهل كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا اعواد تتخذ ستره هذا الجواب من اصحاب المسجد وهذا ليس فيه دليل دليل ان المصلي هو الذي يبحث عن ستره يبحث عن جدار يبحث عن عمود يبحث عن رجل يصلي اليه وليس كل من جاء المسجد اما ان يحمل سترته معه او يحمل اليه ستره يصلح هذا بارك الله فيكم ترجم الحمد لله والصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم <applause> after thanking الله سبحانه وتعالى for bringing us together in this blessed Masjid. That he says, I, I ask Allah, the Shaykh says he asks Allah subhanahu wa ta'ala to make it the masjid of, of, of the, the Sunnah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam on the, 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 the proper creed. And he says, after finishing the, 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 the book, The Nullifiers of Islam, last week, uh, the two weeks ago, um, this week, inshallah, he would commence with the book, Fadl al Islam, which is The Virtues of Islam. And um, he stopped short and he was mentioning. In regards to taking sutra, as we see, he says in his masjid, the, the wooden posts are being posted. in Musala. he says there is no dalil of being of having that, and putting it in front of you. He says it should be that the person who is praying should be looking for the sutra himself. Move over towards the wall. Move over towards the back of a brother who's praying or who's sitting, but not to carry these. There's no dalil in having these. So this goes back to the administration of the masjid. To uh, follow up فضل الاسلام هذا الكتاب كما ان نواقض الاسلام كانت للشيخ محمد بن عبد الوهاب ايضا كتاب فضل الاسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. وشرحه الشيخ صالح الشيخ عبد العزيز بن عبد بن الله بن باز رحمه الله جميعا He says, as the last kitab, the last book that we did was نواقض uh, الاسلام, which is by محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, and it was um, explained by الشيخ uh, uh, صالح الفوزان

يشعر المسلم ان له وزن وان له مكانه وان له سلوك وان له عقيده يشعر بهذا الذي لا يشعر بهذا لم يشعر بلذه الاسلام وهو ينظر قوم لا يعبدون الله ما عبدوا الله عز وجل ولا اقاموا له ولا اقاموا له اعتبار ما عبدوا الله بظرف ساعه وما اعدوا لقيام الساعه هؤلاء كما وصفهم الله عز وجل كالانعام بل هم اضل فانت ايها المسلم يا من حباك الله بهذا الاسلام واباء والاباء والاجداد كذلك مسلمين احمد الله واحمد الله اكثر من ذلك من اسلم حديثا او قديما في هذه البلاد لانك اذا نظرت من اسلم قبل سنه مثلا تغير حاله بل من اسلم قبل شهر تغير بل من اسلم قبل يوم يتغير حاله بل من اسلم قبل ساعه اذا اسلم فانه يؤمر بالصلاه ويؤمر ان كان عنده مال بالزكاه ويؤمر بشرايع الاسلام فيحمد الله يخرج يخرجه الله عز وجل من الظلمات الى النور ويحمد الله انه اختاره من بين هؤلاء جميعا اختاره انه يسلم لانه ليس بيده وليس الهدايه بيد الناس انما هو بيد الله كيف يختار الانسان من بين اهله في فيسلم ويختار من بين اسرته ومن بين جيرانه فيسلم وهو مع النصارى او مع اليهود او مع غيرهم فهذا فضل, فضل الاسلام عظيم فاذا شعرنا به As the book is called Fadlul Islam, in the translation, you can say the virtues of Islam or the excellence of Islam. As usual, usually the, 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 there's no, no one word that would be translated, especially for the, from the Arabic into the English. Um, and he says, the Sheikh says, this is something that we all have to feel. And, and, and has to go through our hearts and souls and bodies, especially being in this land. as muslims, we have to be proud. we have to show that that we are muslims uh, in, in our everyday actions. he says, and this is from the, the, the grace and the blessings of allah subhanahu wa ta'ala upon us, to be muslims. he says, and you can see the difference. and anyone who takes the shahada, becomes a muslim, you can see that and them whether it's a person who just became a muslim just one hour ago or even one day ago and imagine being a lifetime as a muslim this is from the blessings and from the grace of allah subhanahu wa ta'ala you know imagine those who do become muslims and you know it's only them in the family or and then you, you find yourself that you are a muslim and your parents are muslims and your kingships are muslims he says, this is more of a blessing from Allah Subhanahu Wa Taala, and anyone who's just becoming a Muslim or just a Muslim, you always have to, to uh, tell yourself, "This is from the blessings of Allah Subhanahu Wa Taala, taking me from dark to light." So this has to always—you have to feel it and understand it, and you know, and and live it in your life, because you are a chosen one by Allah Subhanahu Wa Taala to be a Muslim in this land. Amongst these millions of others. ولا ينظر إلى مخالفة المسلمين هذه البلاد بعضهم يظن أن الإسلام في بعض الناس من حمل الإسلام وخالف الإسلام أن الإسلام فيه مخالفات الإسلام ليس فيه مخالفات بل هو نور الله عز وجل يهدي الناس الى الحق والى عباده الله الاسلام الاسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعات والبراءه من الشرك واهله هذا هو الاسلام فالمسلم يفخر بهذا الدين لان الله عز وجل قال عنه اليوم اكملت لكم دينكم He says, when we look at what goes on, you know, from Muslims, we do, if it's wrong, it is not Islam. Islam is free of this, it is the person himself, it is not the deen. The deen has been perfected by Allah subhanahu wa ta'ala for us. So, this is why it's also important of as a Muslim how you carry yourself and what you do. Because it's going to be pointing at, pointed at you and say, this is Islam. Not this is this person, this is such and such as an individual, but as a whole. So this is why it's very important. But for us, we know Islam is perfected for us. And it has, and it is a submission to Allah subhanahu wa ta'ala in the tawheed and, and, and its, and its uh, conditions. And Allah subhanahu wa ta'ala and uh, as he subhanahu wa ta'ala has said in the meaning of what he said he said this day i have perfected your religion for you completed my favor upon you and have chosen for you islam as your religion so what more do we want if allah subhanahu wa ta'ala has told us exactly that it is the perfect religion and has chosen it for us <laughs> فلا تكن سببا انت في ان يخترق الاسلام من جهتك لا تكذب لا تغش لا تزني لا ترابي لا تعصي الله عز وجل لانك مسلم لا يؤتى الاسلام من قبلك ولا تقول انا ما يهمني هذا الامر يهمك انت هذه البلاد تحتاج ان يكون المسلمين مترابطين كالجيش في القتال ضد البدع والشرك لا يؤتى الاسلام من قبلك انت تمثل الاسلام فكيف تمثله هذا الشيء العظيم الذي اختاره الله ورضي به لماذا لم تقم بأفضل القيام في الاسلام وتظهر امام هؤلاء الكفره وامام هؤلاء الماجنين الملحدين المشركين الذين ما يلتفتون الى الله وان ذكروا الله ذكروا الله لان ان له ولد قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله فهذا أي رب هذا ينس ينس ينسبون إليه الولد ويشركون به أما أنت فأنت تقول أن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد هذا هو الله نعم He says, beware, beware, beware that Islam is wrong because of you, of how you carry yourself. Of how you deal with people. Do not lie. Do not uh, uh, um, deal with interests, with haram, because they will point at you and say, This is Islam. It would be wrong because of you. You are in the land of Mushrikeen. So do not give them that opportunity where you are supposed to be a role model. Role model of what Islam supposed to be. Carry yourself like a Muslim, the way you're supposed to be and then this is where you would be a form of dawah be firm so that islam is not wrong because of you again it is very important because you're land of mushrikeen where they claim allah has a child has a partner has this and if you who claim the tawheed and islam to purify allah subhanahu wa ta'ala from all of the shirk but yet you still do and take the same actions that these mushrikeen do so what do you expect them to, to look at and say islam is so do not be the one that they're going to point at and say it's islam that, is, that teaches them to do this not this person so you have to carry yourself as a proper muslim and dealings and everything in the daily life so you can be the muslim you're supposed to be and show what islam is really is in this land <laughs> من صلى بالصف الاول؟ من؟ ما في جواب؟ انت؟ ايش قرا الامام؟ The Sheikh was asking who prayed with us today and was in the first row or just prayed Jama'ah with us Maghrib and now he's asking uh, Abdurrahman what did he recite in the Salah هذا في يوم من الأيام رجل جعل هناك عزومة للناس ضيافة وقال لغلامه اذهب إلى المسجد يوم الجمعة وائت بالناس يأكلون الطعام ما شاء الله طعام كثير فذهب إلى المسجد وجلس في الباب وكان غلاما ذكيا نحن بحاجة إلى الغلمان الاذكياء امثاله فكان من خرج من المسجد قال له ماذا قرا الامام قال والله ما ادري قال امش روح والذي اجاب مثل الاخ قال الامام قرا في الركعه الاولى كذا وفي الثانيه كذا قال تفضل انت انت ضيف عندنا اليوم فلما انتهى من الاسئله لهؤلاء لم ياتي الى الطعام الا القليل فقال له صاحب الضيافة أين الناس في يوم الجمعة الناس كثير قال لم يصلي إلا هؤلاء الذين ماذا حفظوا ماذا قرأ الإمام ولذلك بعض الناس يأتي المسجد وهو ساهم وما عنده تركيز أيش قرأ الإمام ولا أيش اخطأ الإمام ولا ماذا فعل الإمام إنما هو مقلد متى سمع الركوع ركع متى سمع القيام قام وهكذا إلى آخر الصلاة فحرص حرص على الصلاة هذه صلاة الله عز وجل يخاطبك فيها إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إذا أردت أن تتحدث وتكلم الله عز وجل صل فالله عز وجل يكلمك لكن بشرط أن تكون حاضر نعم When the sheikh was asking who prayed with us and عبد الرحمن what was Recited in Salah, and he mentioned Surah al Duha and the Surah al-Falaq. He says because there's a story of, of a man. He said he decided and he sent his young child to go on, on a Friday after Friday Salah after Jum'ah, to bring everybody and invite them to the for a meal in the house. So the kid was very smart, and he uh, he said to the Sheikh. He says this is what we need. We need also our kids to be knowledgeable and smart. He says, so he sent him and he sat by the, by the, door, the, the door, the exit, the door of the masjid. And the, the, as everyone, someone exited, he would ask them, what, what did the Imam recite? And, oh, I, I don't remember. He says, keep on moving then. And whoever answered it properly and knew it, he said, you're invited for food today at, you know, at home. So when he got home, he had just a, a few number of, of people. So the, the man is telling him. He says, "Hey, what's happening? Friday, ah is the Masjid is full. Should, my house should be full." He says, "Well, these are the only ones who actually came and prayed. The rest didn't really come and pray." He says, "Because you're coming for Salah, you're supposed to be aware and awake with Khushur, knowing because you are in Salah and you are speaking to Allah Subhanahu Wa Taala. I mean, Allah is speaking to you, and you are speaking to Him." So if you're not awake and understanding and, and listening to the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, then you're just imitating the imam. You hear Allahu Akbar and you move. You're physically there and making the physical movements. And that's basically it. So he says, don't imitate the imam and just be lost. You have to be aware of what you're doing. So you are in salah if you are aware of what the imam is reciting and you bring your soul and your heart to the salah itself, not just your physical being. هذه الايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال يهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لو علينا معشر يهود انزلت هذه الايه لجعلناه يوم عيد فقال له عمر رضي الله عنه اني والله لاعلم متى نزلت أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي وهو في عرفه بجبل عرفه في حجه الوداع في يوم الجمعه في يوم الجمعه فزاد هذا اليهودي بالجواب بأنه وضح له وأن هذه الآية قد نزلت في يوم عيد من أعياد المسلمين فهذا دليل على عظمة الإسلام هذه الايه نزلت في يوم توحد المسلمين ويتوحدون في كل سنه يقفون هناك ويسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للحج هي قل هي مواقيت للناس والحج فالناس يجتمعون هناك لا فرق بين رئيس ولا مرؤوس ولا فرق بين غني وفقير الجميع يلبسون لباس واحد كأنهم بأكفانهم يقف يقفون بين يدي الله هذه عظمة الإسلام ليس في عرفات أحزاب وليس فيها ينتقلون هنا ويختارون لأنفسهم هنا وهناك هذه الآية أنزلها الله عز وجل لتمام الإسلام وكماله قال العلماء لما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم كمال ليس بعده نقص وكما انه ليس فيه نقص ليس فيه زياده هذا هو الكمال اليوم اكملت لكم دينكم ليس فيه نقص ولا يقبل الزياده لان الله عز وجل هو الذي اكمله فكيف لا نرتضي هذا الدين؟ كيف لا؟ وكيف لا وكيف لا نفخر به؟ وكيف لا نحافظ عليه؟ وكيف لا نعمل به في كل حياتنا ليس فقط في سلوكنا فقط كل حياتك تعمل بهذا الاسلام نعم So in the ayah when Allah Subhanahu wa Taala in the meaning what He said, "This day I have perfected your religion for you, completed My favour upon you, and I have chosen for you Islam as your religion." When a Jewish man heard this ayah, he he told the Sahaba. He says, "The day that this ayah was revealed, us we would have took it as a day of Eid because of this ayah being revealed on this day. This day would have been Eid for us." A day of festivity, for, uh, f uh, feast for us. So Umar radiallahu anhu, he said, Well, when the, the ayah was revealed to Muhammad, وسلم, it was on, on a Friday, on the, the Mount of Arafah, and it was during the Hajj, Al Wada, Hajjat Al Wada. So he reeled to him, told him that, to show him that it was Eid. It was on a day of Arafah. It was upcoming on the day, on, on uh, Eid Al Adha to show him that it was revealed on a day so he says this is from the, the, the importance of this deen of how that allah subhanahu wa ta'ala has told us he has completed it and it was chosen for us so it's only it's given the ones who are muslims are chosen by allah subhanahu wa ta'ala with this blessing on this earth so he says allah subhanahu wa ta'ala has said as it is uh, in the tafsir of this ayah uh, that when he said has completed your deen for you Meaning, there is, it's the deen is complete. It is not, there's no less, is not missing anything, and there is no extra. It is complete, it is perfected. So we can't say that it is more than we, no, it is perfected just the way Allah subhanahu wa ta'ala has said it's supposed to be. He said, and this is the day when all Muslims unite during Hajj, unite on one day in, in, in Arafah. He says, and just Picture it. When all the Muslims unite in Arafah, they unite in looking all the same. Doesn't matter what wealth you have, doesn't matter what background you have, you all come in wearing exactly the same. You are wearing just similar to what you're going to be shrouded with when you are buried. So he says, this is from the, 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 uh, the firmness and the, and the importance that you have to put into your mind to be able to understand. the blessing that Allah Subh'anaHu Wa Ta'ala has given قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الخاتم ليس بعده نبي والقران ليس بعده كتاب فهو عليه الصلاه والسلام اخر الانبياء والقران اخر ما انزل من الكتب لذلك الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه قالوا وهذا الباب اي انه باب لوجوب دخول الاسلام لانه لا مناص من هذا الدين ليس هناك مخرج اخر واجب على من سمع بالاسلام ان يسلم لانه ان ابتغى غيره فلن يقبل منه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهذه الادله من كتاب الله عز وجل وليست من اخبار الناس ولا من كلامهم هذا قال الله يروي هذا القول عن, رب عن جبريل عليه الصلاة والسلام عن ربه هذا القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود وهو غير مخلوق نعم Allah سبحانه. سبحانه وتعالى in the meaning where he said the deen with Allah is al-Islam. He says Allah Subhanahu wa Taala has told us that Muhammad sallallahu is the last prophet, and the Quran is the last book of Allah Subhanahu wa Taala to be revealed. So, anyone who hears of Islam and yet does not become a Muslim, then will be held reliable for that. So, with Allah Subhanahu wa Taala, the Deen of Islam, this is, the, this is the life that we're supposed to live. As Muslims. Allah subhanahu wa ta'ala has perfected it for us. And this is all dalils, as we know from Allah from the Quran, ayats, many ayat that tells us that this is the deen that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen for his creation to be upon. They, you cannot search for those who you know say they're gonna search somewhere else for another deen, then they are going astray. Because Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned. And from we know from the hadith also that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the last messenger, and the, the Quran is the last book to be revealed. And Allah subhanahu wa ta'ala says, "The deen with Allah سبحانه وتعالى is Islam." So there is no other religion to be searching for. سماه الله عز وجل الصراط، وأنت تطلب الهدية إليه في كل ركعة كانت فرضا أو نفلا تقول اهدنا الصراط المستقيم هو الهدايه الى دين الاسلام والعمل به قال الله جل وعلا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فسمى الاسلام صراطا مستقيما يؤدي بالمسلم الى الصراط الذي يعبر عليه الى الجنه فمن عمل بدين الله في حياته فإنه بإذن الله يعبر ذلكم الصراط المستقيم إلى الجنة الله سبحانه وتعالى named, named it الصراط meaning the deen, Islam He named it الصراط المستقيم and we recite this in the Fatiha in every salah whether it's an obligatory or, or, or voluntary He says, and in the Fatiha, he says, and this is, Allah subhanahu wa ta'ala, this is the Hidayah to Islam. Meaning, when you ask Allah subhanahu wa ta'ala, give me Hidayah to Islam to make you firm upon the deen, to give you the firmness to be in, in, in the deen. So, and this is asking Allah subhanahu wa ta'ala, a sirat is what? The straight path. Asking him. So Allah subhanahu wa ta'ala to keep you firm on the straight path to where? To Jannah. So if you follow the Dean correctly and properly, you are taking the straight path in this dunya from here to the Jannah. بإذن الله. Allah. فمن قرأ الفاتحة في 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 الصلاة وقال أهدنا الصراط أهدنا بالفتح غير المعنى أهدنا معنى أعطنا هدية لكن لو قال اهدنا دلنا على الطريق الى دينك والى صراطك المستقيم هذا فرق اذا قال الصراط هذا الصراط المعني به دين الاسلام واذا قال الصراط الصراط هو الحلق فغير المعنى فالفاتحه من اركان الصلاه فعل المسلم ان يتعلم هذه الفاتحه وان يقراها كما انزلت سواء كان عربيا أو كان أعجميا يتعلم كيف يتعلم؟ الفاتحة تكرر في كل الصلاة حتى في صلاة الجنازة، حتى في صلاة الاستسقاء، حتى في صلاة الخسوف فمع التكرار تصبح ماذا؟ سهلة تسهل ويأتي بأحرفها كاملة ويجتهد يتعلم كما أن الشيء يتكرر معناه أنه ما تكرر تقرر ولا دائما يحدث نفسه يقول أنا ما استطيع أنا أقول الحمد لله أحسن أسهل من الحمد الحمد فيه مشقة لكن أقول الحمد أشهد أن محمدا رسول الله لا أشهد أن محمد يكفي لا هذا ما يكفي تحتاج تتعلم تعلم هذه الألفاظ الصحيحة الحمد لله رب العالمين حتى لا يتغير المعنى فهذه قراءة الفاتحة منها وأن هذا صراطي مستقيما كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ثم جاء النهي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إذا دين الله واحد والصراط هو الإسلام واحد ولا تتبعوا السبل ممنوع لان السبل تتفرق قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لما حضر عنده من لا يقرا وكان اكثر الناس اميين والنبي صلى الله عليه وسلم كان اميا لا يكتب ولا يقرا المكتوب خط خطا قال هذا صراط الله هذا يفهم من كل احد ما نقول اقرأ أو اكتب قال فخط خطا مستقيما قال هذا صراط الله وهذه السبل إذا علامة سهلة سهلة جدا يتعلمها علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فالصراط واحد وهو دين الإسلام قال الله عز وجل فاتبعوه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال مجاهد السبل البدع والشبهات وايهما اشد البدع او الكبائر البدعه اشد الكبيره يتوب منها صاحبها ويستطيع والمعاصي يتوب منها راسا لكن البدعه اشد قد يعمل بها اقوام غيره وقد يطبع تطبع فيها الكتب وتستمر هذه البدعه بين الناس وما استمرت الفرق الى يومنا هذا الا بالكتب كل فرقه تاتي بكتاب من اشياخها وتتبعوا الى ان يشاء الله فهذه البدعه شديده فالله عز وجل يقول ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نعم. He says as we should know that الفاتحه is the pillar of the Salah so we it's a must to recite in every Salah and it's Repeat in every salah, not just in the obligatory salah or in the Salat al janazah or Salat al Istisqa. But in every single salah, you are reciting Al Fatiha. So you should know the meanings of it and you should know the proper recitation and pronunciation of it. Because one little improper pronunciation changes the whole word. As he mentioned, for example, he says, if you use Al Fatiha, Ahdina instead of Ihdina, Ahdina is, is gift to me, gift to me, to give a gift. You know, you're requesting, not you're asking for the hidayah. So there's a difference. And also, he mentioned a surat. He says, if you, any, any, just any, he says, as we know, you're asking Allah subhanahu wa ta'ala, the surat, if you mispronounce it, it's the throat in the Arabic language. So he says it's very important. He says, and you can't say, oh, I don't have the time or I, you know, it's, it's too much. You know, my, I'm not going to be able. No, he says, you have to repeat it, repeat it because you're going to be repeating it in every salah. So it's very important that you are pronouncing it properly. And as he was mentioning, he says, even the uh, Muhammad. He says, Muhammad. He says, if you practice, you'll get it. You can't say just, it's my tongue. It's because you know um, I speak a different language. No, you practice and practice, and you're able to get it with the will of Allah Subhanahu Wa Taala. He says, and as Rasulullah, uh, uh, in, in one instance, he was mentioning. He says, we know he was, he was an illiterate. So he was when he was talking about the surat, he marked on the in the dirt a straight line. He says, هذا Suratullah. This is the surat. This is the path of Allah Subhanahu Wa Taala. And then he made many other marks. And he says, This is the subul. And as, as from, the, from the ulama, they say, The subul is what? It's the bid'ah. And, and, and the, the, the doubts. And he says, So from this, he says, What's worse? Is it the major sins? Or is it the bid'ah? He says, The bid'ah. Because the bid'ah have collective action, it, it, it goes further. But the major sin that you commit yourself, you're able to make toba from. And, to, and, and it's in Siitoba to be able uh, uh, to, uh, to get that uh, major sin away from you but the bid'ah has an effect on others so it'll go from one person to the next it'll go into books and go to generations so this is why it's even major than it is uh, worse than just the major sin so again making sure as the sheikh always in most of his classes he mentions, Seeking the knowledge, whether if, even if it's little, but knowing that you are perfecting yourself in terms of your deen. So as again here in pronouncing properly, it's very important that we pronounce it properly, so we do not change the meaning of what we are asking Allah subhanahu wa ta'ala for. <laughs> أنا أسألكم ها؟ تتكلموا عربي ولا ما تتكلموا؟ ما يتكلم. كم أركان الإسلام؟ He says, بيدك عدها. كم؟ I يلا هات I've... استمر. He says mention them. لا واحد هذا. One of you. He says one of you. عد the... absolute... بيدك هكذا. الأول ثم الثاني. He says, Say them and, and then with your hand you are mentioning how many. He said it's correct خمسة. five. But what are they? What are the pillars of Islam? And using your hand you, you show the numbers. الأول, الأول. What's the first one? Iman. Yeah. He says that's the first one is wrong. Next. ارفع يدك شهادة He says sit up and raise your hand properly Sit ها الأول الأول هكذا ها طيب الأول ايش هو؟ الشهادة قالك ها الأول The first one go again just start again this way ها هذا ايش الشهادة؟ He says what is the شهادة

إن كان أخوه حتى. he says ما شاء الله. this means that the father has him. لا ما يجيب الولد على هذه الأسئلة ولا عن أركان الإيمان فالمسؤول أبوه إن كان عنده تجارة أو كان عنده أغنام أو كان عنده إبل أو كان عنده كلاب أو كان عنده قطط فهو مشغول بهم وترك الأولاد. الأولاد لا بد أن يجيبوا على هذه الأسئلة. كما أركان الإسلام شهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت من استطاع عليه سبيلا كما أركان الإيمان ستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيري وشره أركان الاحسان ركن واحد ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك عقيدة يتعلمها الاولاد إيش شغلهم هم ايش عندهم من عمل الصغر هذا الصغر لابد لا للولد ان يعني يتعلم والبنت العلم في الصغر كالنقش في الخشب لانهم قالوا النقش في الحجر قد يمحى لكن في الخشب اذا نحت ما يمحى ابدا الا بحرقه فهذا الطفل الصغير اذا ما يتعلم وكثير من من اسالهم هذا السؤال كما كان الاسلام يلتفت الى ابيه يعني كانه يقول هذا هو السبب هذا ما علمني آه هذا عقيده اذا ما يتربى عليها يتربى على ماذا هو بلد النصارى بلد الثالوث بلد الصليب أليس كذلك؟ علموا العقيدة يدافع عن نفسه يكون عنده سلاح هذا هو علم ولدك ولا يصبح مثل أوباما أبوه حسين وهو أصبح نصراني انتبهوا على هذه القضية نعم He says this is to show the importance because he says when you ask the, the kid then you know that it goes back to the parents did the father teach him or not or is he busy with his business You know, he says, whether whatever type of business he's doing. Is he busy with them and forgetting about his kids? He says, no, because these are important questions of Aqidah that every single one should know. Especially teaching our children because they're being raised amongst, uh, amongst you know, non-Muslims. So, you know, because if you don't teach them the Aqidah, the proper creed and understanding what is the, uh, the pillars of Islam and understanding what they are, the pillars of iman. He says, if you don't teach them this, then who else is going to teach them? Because he says, even when he, sometimes when he asks a child, what is the, how, the number of pillars, how many pillars are there, and what are the pillars, he says, the first thing the child does is looks at his father, as if he was saying, he's to blame if I don't know it. He says, because it's true. Because you're the one who's raising him, you're the one who's his role model, you're the one who's supposed to be teaching him. If you don't teach him, who do you expect to teach him? Because in this land, what he's going to do is he's going to be marking the cross. on him because that's what he sees around him and everywhere else. So this is the الاولاد اصبحوا يتربون على افلام الكرتون عندكم في البيوت يا اصحاب الـ الـ الشاشات يظن ان الله هكذا مثل افلام الكرتون اذا اراد المطر قال هذا القصه الذي عنده ويحرك الشجره ونزل المطر قال خلاص هذا ربي. يظن أن هذا هذا رب ثم أن الطفل إذا تربى على هذا تجد الأطفال يبكون فإذا اشتغل لهم الأفلام الكرتون يسكتون أصبحوا أيش تربوا على هذا هذه المادة أصبحت معهم فيتربون عليها ويظنون أن هذا دين وأن هذا علم ناهيك عن القصص الإسلامية التي تباع على أشكال أقراص أو غيرها ويتركونها للأولاد يتعلمون منها ها؟ من اناس يؤلفونها ليسوا بمسلمين اصلا بعضهم ما يعرف لهم اصل والناس يشترونها وعلى اساس يعلموا الاولاد قصص هذا ايضا من المضرات على هؤلاء الاطفال هؤلاء انتم مسؤولون عنهم بين يدي الله عز وجل نعم. ان الشيخ also mentioned before he says because teaching a kid as a young at a young age is like etching or carving in wood. Because he said, it's also said carving on a rock, but they say because the rock, sometimes, you know, because of the water or whatever that goes over it will disappear. But if you etch or you carve on wood, it'll stay forever. So when you teach them at a very young age, this sticks to them and they, they understand it and they, they they live their life with it. He says, but nowadays, most of the kids are, they grow up on cartoons. And to them, these cartoons, and they're you know, made by non-Muslims, and even the ones that they say Islamic cartoons, most of the time they're made by non-Muslims. You know, with, uh, with stories that they're not... This is because now they're watching, you know, that you know, such and such is gonna go shake a tree, and then it starts to get dark and it rains. So to them, this is the way Allah works. You know, this is the wrong aqeedah they're getting. You know, they're getting it from, from these things, and so we have to be aware you know of these you know big screen TVs that we you know we pay so much to put it on, on our homes and to lead our kids you know uh, the wrong way and forget that we are supposed to teach them what Islam is and what's what is the proper aqeedah التي تربت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ما درست في الجامعات ولا في الكليات ولا عرفت هذا الأشياء كلها تربت مع التوحيد فلما جاء سيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد, وقد لطمها فأراد أن يبرر هذا الأمر من ذمته من فقال ائتني بهذه الجارية فجاءت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقاف فإنها مؤمنة عقيدة الآن هذا عقيدة أكثر الا من رحم الله اين الله قال في كل مكان ايش الدليل قال وهو معكم اينما كنتم اين معكم اينما كنتم بسمعه وبصره واحاطته وليس بذاته الجاريه هذه افقه من اكثر من من كثير من المسلمين اين الله قالت في السماء امنتم من في السماء اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كل الادله كم الاف الادله ان الله في السماء ليس معنى ان السماء ظرفا له هو في العلو المطلق الله عز وجل علو الذات والقدر الاباضيه وغيرهم يقولون نعترف ان لله علو لكن علو قدر يعني انه عظيم اما علو الذات فلا يعترفون به هذا ايضا من المسلمين فهذه الجاريه لما سالها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله قالت في السماء فأين الغلمان الآن والأولاد الصغار والبنات أين عقيدتهم من هذه العقيدة؟ إذا سألت قال الله في السماء صف لي هذا الله كيف يقول الله عز وجل أنا لا أعرفه لا أعرف كيف أصفه لأنه لم يصف نفسه لا أصفه أنا الله عز وجل لم يصف نفسه لنا فنعرفه نعرفه بما نعرفه بمخلوقاته وأنه عظيم وأنه يقدر على كل شيء إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون He says, and unfortunately, sometimes even asking an adult or even an older person, you know, even you know, coming to, uh, to old age, he says, "Where is Allah, Subhanahu wa Taala?" And then they'll answer you everywhere. He says that's wrong. He says if we go back to the story of the slave girl, uh, when when uh, the one that when she, she was uh, watching over the herd uh, and one of them was lost and her, her master came and he was mad at her for losing one he uh, slapped her and she went to rasulullah actually he went after feeling bad to rasulullah telling her telling him that of what he had done and so he said bring her over and he asked the rasulullah asked her um, where is allah he says she didn't go to no university, but she was raised on the Tawheed, on the proper Aqeedah. He, she said, Allah for Sama, in the heaven. He says, Who am I? She says, Rasulullah. And that's when he, uh, he, he told uh, Ibn al hakim Sulaiman al Sahabi, Muawiyah ibn al al-Hakim. he told him to free her because of the knowledge she had. Of the tawheed that she had. So he says, This is the aqidah we should be raising our kids upon. This is what they, boys and girls. He said, But unfortunately, sometimes you ask an adult, and we don't, the adults don't even know this answer. They say everywhere, because Allah subhanahu wa ta'ala says about himself, you know, that he, you know, he, he's, he's around, but he says, he says about himself that he is everywhere in seeing and hearing and knowing what we are doing, but not. In his in, in his ability and attributes, but not in him being, but he is in the heaven in, uh, in heaven in the sama. So he says this is something that we have to teach and instill within our children, boys and girls, but we have to learn it first to be able to do so. Ya fi Sahih al-Bukhari. رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن يأبى وفي لفظ ومن يأبى يا رسول الله هذا اللفظ في البخاري ومن يأبى قال من اطاعني دخل الجنه وكان المقابل ان يقول ومن عصاني دخل النار اليس كذلك لكن اعاد الامر الى صاحبه فقال ومن عصاني فقد ابى ان يدخل الجنه ومن عصاني فقد ابى كيف تابى عن الجنه والنبي صلى الله عليه وسلم مثل في حديث اخر انه كالذي وضع سفره فيها ما لذ وطاب من المأكولات والمطعومات والمشروبات وغيرها ثم قال للناس تفضلوا سيأتون او لا يأكلون؟ سيأتون فلا فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين فمن دخل في هذا الدين فإنه سيأكل ويشرب ويطعم ومن أبى كأنه أبى من هذا الطعام ما يأتي حرم نفسه فالذي لم يعمل بدين الاسلام لذلك طاعه النبي صلى الله عليه وسلم من طاعه الله قال صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه امه من امه الاجابه لان غير المسلمين الكفار من كفر بالله عز وجل فهو من امه الدعوه من يدعوهم امه الاجابه الذي اصبح مسلما يدعو من غير المسلمين فهو يقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال الصحابة فاستنكروا هذا الأمر وقالوا ومن يأبى هذه جنة من يأبى أن يدخلها لا يدخلها قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وهنا أبى أن يدخل الجنة It is now going back to the virtues or the excellence of Islam, and the Hadith by Abu Huraira anhu reported that the Messenger of Allah sallallahu in the meaning of what he said, every one of my ummah will enter Jannah, except those who refuse. Again, every one of my ummah will enter Jannah, except those who refuse. So the the Sahaba uh, asked. Who would refuse? The Prophet, the Prophet said, Whoever obeys me enters paradise, enters Jannah. And whoever disobeys, uh, disobeys me has refused. He says, The Shaykh, he said, he could have he could actually said, Whoever disobeys me enters hellfire. But he said, Whoever disobeys me has refused.

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني كما ذكرنا في أول الدرس أن الإسلام هو الإستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعات والبراءة من الشرك وأهله وفي لفظ والبراءة من الشرك والبدع وأهلهما فهذه الآية تدل أيضا على فضل الإسلام فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وأنا وأنت نقول في دعاء الاستفتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما عندك أسألك معنى حنيفا تدعو بهذا الدعاء أو لا الدعاء He said, do you know the meaning of حنيفة؟ هذا الأخ الثاني نعم، عند. الأخ مرة فوز. فوز. حنيفا تدعو هذا الدعاء أو لا في الصلاة؟ تدعو حنيفا يعني الواحد يجيب بلا شبكة الواحد يجيب بلا شبكة لا هذا الأخ لا أعلم. يقول لك يعني على التوحيد. لا. لا هذا انظروا الآن الدروس فيها فيها أسئلة وأجوبة ما هي مثل خطبتي الجمعة. خطبتي الجمعة إيش فيها؟ سكوت. لكن الدروس فيها أخذ ورد وفيها استفسار. ما معنى أنا أردد كلمات ما أعلم معناها كيف أعبد الله عز وجل بكلمات ما أدري معناها لابد أن أتعلم معناها على الأقل ما كانت في الصلاة أدعية في الصلاة أتعلم معناها حنيفاً إيش معنى حنيفاً عندك أي جزائر أو أنت مغرب ولا شيء ها؟ مائلا سمعتم العربي هذا أجاب مائل عن الشرك إذا حنيفا الحنيفية السمحة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مائلاً عن الشرك بعيداً عن الشرك هذا معنى حنيفاً طيب قال وفي الصحيح طيب الشيخ so he mentioned the ayah when Allah سبحانه وتعالى said So if they dispute with you say i have submitted my whole self to allah and so have those who follow me this meaning he's talking to muhammad sallallahu so you follow muhammad sallallahu and then he was mentioning the uh, when he was asking the brothers he says this is what the benefits of durus the difference between a dars and the khutbah al uh, al-jum'ah is that in the khutbah you are silent and just listening to the khatib. There's no asking questions and answering and for you to talk. Just silently listening and benefiting from the khutbah. But in, in a dars, in a class, you, there's, you can ask the questions or you get asked the questions. Because we, re we recite and repeat things on a daily basis. But why is it we don't know the meaning of it? We should know the meaning of it. Because it's different and it tastes different and you understand it. And when he mentioned Hanifa, he says it is... Hanifan. Hanifan. It is to, uh, to stay away from shirk. To, to go astray from shirk. That is the meaning of it. So he says, he just bring, he bring in an example of what is meant by understanding and knowing what we are saying on our daily basis. والأسئلة التي تصدر إلى إلى الناس الموجودين هل فيها دليل؟ دليل حديث عمر رضي الله عنه لما جاء جبريل عليه السلام وقال يا محمد ما الإسلام؟ هذا سؤال أو لا؟ اخبرني عن الإسلام سؤال أو ما هو سؤال؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يجب؟ قال تشهد الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال اخبرني عن الايمان فاخبره هذا اسئله واجوبه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سال الصحابه عن شجره تشبه المسلم المسلم كله نفع ياتي منه فعد الناس كل الشجر هذا في دليل على ايش؟ الاخذ والرد في الدروس لكن بعض الناس يكون عنده ما شاء الله معناه قاموس من الاسئله فاذا حضر الدرس ما يريد ان يسال اما انه يستحي او او ايش؟ او انه متكبر وهذا العلم لا ياخذ اثنان مستحي ومتكبر بعض الناس يقول انا كبير وانا كذا وانا وكيف انا اسال يعني اصبح ان انا جاهل خليني اسال اليوم احسن اسال علشان اتعلم الصحابه هل كان فيهم الصغير والكبير ولا كانوا على مقاس واحد ابو قحافه عثمان ابن عامر وهو أبو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عمره نحو تسعين سنة ولا زال ماذا تعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا شعر هذا وجنبه السواد يعني كان له شعر أبيض فقال غيروا شعره معنا بالحنة وجنبه السواد هذا أكبر واحد من الصحابة وأصغر واحد عمر بن أبي سلمة الأسدي رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فتعلم هذا الصغير وتعلم ذاك الكبير، وبينهم كل كل الاعمار. انس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم وعمره عشر سنوات. ومع ذلك جاءت ام سليم اليه وقالت: اين ذهبت يا انس؟ قال: ذهبت في حاجه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وما حاجته؟ قال لا أفشي سر رسول الله شوف على هؤلاء الصغار تلك الجارية وهذا الغلام عمره عشر سنوات الآن هل في من هذا النوع ها؟ النادر القليل إلا من رحم الله عز وجل فنحن بحاجة إلى أن نتعلم 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 ونسأل لا تستحي أم سليم ما استحت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم بما يخص النساء ما سألت مثلها أبداً امرأة وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق إن المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فهل عليها غسل؟ فقالت إحدى أمهات المؤمنين جذبتها من الخلف وقالت فضحت النساء كيف تقولي هذا؟ هذا تعلم تعلم يتعلم الإنسان تعلم المرأة ويتعلم الصغير ويتعلم الكبير هذا دين هذا إسلام ليس مبني على الجهل مبني على العلم فنحن بحاجة نتعلم كلما تخلو بنفسك كلما تذهب يتعلم ابحث عن أشياء ما, ما عرفتها ابحث عنها سأل عنها وقد أضلنا عن المترجم And uh, <coughs> he says, and from the proof of asking questions and, you know, whether the, the, uh, the one who's given the class will ask questions or questions coming from the students, we know from hadith Umar radiallahu anhu when Gibril came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and he was asking, you know, the questions when you ask him about, uh, Uh, about Islam and Hassan, I mean, and, and uh, Iman and Hassan. and he says this is the proof, and you know, and and asking the questions, he says it's not for the young or for the old or for any. There's no age limit, he said, because we know there was no age. The, the age spread between the Sahaba was from the oldest, Abi Qaffah radiallahu anhu, he was ninety years old, approximately. and this is where we know from the Hadith when. Uh, uh, that he was, he was told to be able to, um, to put henna on his hair because he was completely whitehead and, and we know from the youngest that there was the, the, uh, the youngest of uh, Umar, Ibn Abi Salamah, where he was eating with his left. And Rasulullah told him to eat with his right. He ordered them to eat with his right. This is all the teachings of the Sahaba from different ages. And he said, also mentioned Anas. He, used, he was with Rasulullah ﷺ at the age of 10. When he was going somewhere, and one of the, the, the female companions عنها, stopped him and asked him, Where are you going? He says, I have an errand for Rasulullah. ﷺ. She, say, she said, What are you going to do? He says, I can't say because this is, you know, it was, it's for Rasulullah, ﷺ, so I can't give out his secrets and his errands. So he didn't say. He says, Where are you from this swiftness of, the, of, of, our, of our children? You know, where they understand these things, just like the slave girl when she knew, you know, from um, growing up in, in, in Tawheed and the proper Aqeedah, she knew what, where Allah subhanahu wa ta'ala was. And even, don't be embarrassed. Ask the questions. The only way you're going to learn your deen and be more knowledgeable, because the deen, our Islam is upon and being knowledgeable, upon the knowledge. If you don't have the knowledge, how are you going to be able to live your life? Uh, uh, upon the Deen, he says, uh, "When uh, the the Sahabi came and asked Rasulullah sallallahu wasallam, you know, to, to us nowadays, we would say it's an embarrassing question. She was asking, uh, in the meaning of what she asked, is it the same for the men and the women, you know, to do to 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 uh, to what they have to do after a wet dream when they sleep and they have a the wet dream? Because she said the same thing, you know." There's the, the same thing comes out, similar to what the men, that they, you know, they, they uh, ejaculate. So is it the same thing that we have to, uh, you know, and wash up and do it? And then even some of the Sahabiyat was telling them why they, you know, why she's asking that question. But there's nothing wrong. This is our Deen. We have to learn it. We should not. He says the knowledge does not come to two types of people: arrogant and shy. They lose out on the, on the knowledge. If you're arrogant, then you. He says, because some people have before they come. Oh, I'm going to the desk. I have a ton of questions, and then they get to hear. If they're arrogant, I'm not going to ask a question. And if they're shy, now they're sitting in a corner, and, or sometimes these questions are even gone. They go on blank. He says, but you have to bring yourself with these questions and ask these questions and benefit from such sittings. هل تعلم الاولاد الصغار عندما كبروا من يطرق الباب على والديه هل تعلموا من الكبار هل من الاولاد من يطرق الباب يفتح على طول يدخل لان والده ما علمه عملنا يوم اختبار في المسجد اختبار لتقبيل الرؤوس للاباء فقلنا من الذي يقبل راس والده هل قبلت راس والدك؟ قال ابدا، عمره يعني اكثر من عشر سنه، والثاني عشر عمره عشرين سنه، وهذا قال والله قال احيانا، وهذا يقول احيانا، وهذا قلنا اختبار، قوموا الان، يلا. فبعضهم كان يقوم يسوي يحط دقنة هنا ويقبل الهواء. الثاني هكذا يضع يديه ويقبل والده، كان امامه ايش؟ ما تعود، كان والده وحش. لأن هذا ما تعود الآباء هذا الخلق الطيب أنك تقبل رأس أبيك وكذلك الأم وتتودد إليهم وتقول ادعوا لي إذا خرجت وإذا دخلت تحييهم هل تعلم الأولاد هذا؟ ما تعلموا السبب لأن الآباء ما تعلموا فهذا أدب مفقود نعم He says in our small kids Our young kids, boys and girls, do they know the etiquette of going into the bedroom of the parents, or do they just open the door and just walk in without knocking on the door to get the approval? Wa To get the approval of to come in or not to come in, because did they learn it? Because their, their, their parents didn't teach them, or maybe the parents don't even know themselves. That this is the etiquette of that you even if if it's your parents' bedroom, if the door is closed, then you have to knock. Either you they say come in or they say no. Then you just walk away. But did we teach our kids this? He says, No, most of them don't even know this. And he says also, he says one day in in the in the masjid, he decided to ask um who's has the the good characteristics of going kissing their father. Father's head or their mom's head. A lot of the kids didn't even know, you know, what, what you know what they should do. So he says, "Let me see. Have you kissed your father?" He says, "No." He's a "16-year-old, don't he, has never done it even once." He says, "This is a good characteristics of you know of kissing the the father on the head or the mother and asking them make dua for me, making sure they're pleased with you, making sure that you know where you are heading." they're pleased with you and they're going to make dua that allah you know, sends you and brings you back he says so when they got up and he telling them to the kiss he says some of the kids didn't even know how to do it some of them would put their chin and kiss the air he says some of them he's going and he has his hands behind his back as if he's, he doesn't want to touch the monster that's in front of him but he's kissing he says you know these are characteristics that we should we should have to be able to pass it on to our kids انتم ببلد كما علمنا الحمد لله ما عندنا اطفال هنا ولا عندنا قد ربينا خلاص قد احنا وصلنا درجه احفاد ما عاد في صغار قيل لنا ان بهذه البلاد الصغير ليس له ادب من طفولته الى ان يبلغ يبلغ عمره 18 عام والده ووالدته لا يؤدبون الا ما اخذه ثم بعدها يصبح حرا فهذا يحتاج الى تعليم he says and you know as we, he heard when he was coming to this land and before and he says alhamdulillah for him you know his kids are all grown you know now it's now it's grandkids and all that so he doesn't have to worry about it but as they used to say this is the land where harsh any discipline for the child is not allowed so you got to beware of you know of, of the kids he says you know but how the child is going to learn if there's if there's no discipline from from them being a young age till they reach 18 and now when they reach 18 you know where are you going to be able to discipline them when they become a man so this is the young age is where you discipline your child and you teach them this is where it's going to instill in them and they're going to grow up on it al-Islam, بمتابعه الكتاب وصحيح السنه قال تعالى ونزلنا عليك الكتابه بيانا لكل شيء والاسلام هو ما ظهر والايمان هو ما خفي فالايمان عقيده والاسلام ما ظهر فالانتقاد على المسلم هل ينتقد على عقيدته وما تحوي تحمل طويته او ما في قلبه او ينتقد على ظاهره؟ على ماذا ينتقد؟ على ظاهره لان الاسلام الاركان الخمسه ظاهره ما فيها خفاء الشهادتين فالذي يدخل في الاسلام لابد ان يلفظها ما يقول انا اعتقدها ولا يلفظها كيف يصح اسلامه؟ ما يصح النبي عليه الصلاه والسلام لما ذهب الى عمه أبي طالب وقال قل يا عم لا إله إلا الله مع أنه كان يعتقدها وكان قد آزر النبي عليه الصلاة والسلام وناصره وسجن معه وكان يحميه أما يعلم هذه الكلمة؟ يعلمها ويعلم معناها ولم يقلها إذا لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ظاهرة لا بد أن تقال ويؤجر قائلها قائلها يؤجر لأنها مما يتعبد به وهي الفارقة بين الإسلام والكفر فلا بد أن يقال ذلك الرجل الذي قتله أسامة بن زيد رضي الله عنه وقد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال قالها خوفا من السيف قال هل شققت عن صدره قالها هذا سلام ظاهر عبد الله بن أبي بن سلول كان من رأس المنافقين ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يخاصمه ولم يعني يقتله لماذا؟ لانه قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حمى نفسه دمه وماله فالشهاده معنى ان الاسلام ظاهرا فانت تنقد من حلق لحيته لانها من مظاهر الاسلام تنقد من اسبل ازاره من مظاهر الاسلام تنقد من عنده طاقية من هذا الطواقي للكفار أو هذا تقول له هذا ليس من مظاهر الإسلام فالإسلام هذا الظاهر تنقد إذا مررت برجل يبيع خمر وخنزير هذا من مظاهر الإسلام يعني مظاهرة ومجاهرة بالمعصية فالإسلام ما ظهر فالشهادتين ظاهرة ثم بعدها الصلاة هل هناك من يصلي خفية خفية ما يعلمه الناس الصلاة لابد أن يحضر جماعة في المسجد ويشهد له يقول فلان يصلي معنا الحمد لله فلان أين ذهب فلان ما جاء ما جاء يصلي قالوا مريض نزور المريض هذا فالصلاة أيضا ظاهرة ثم بعد الزكاة الزكاة ظاهرة أنه يعطى الفقير منها يؤخذ من الغني ظاهرة ليست خفية وكذلك الصوم دخول شهر رمضان ثم الإفطار ثم قيام رمضان ظاهرة ثم الحج ظاهر لمن استطاع، الايمان بعده كلها اعتقاد، الايمان بالله غيب، ملائكته غيب، كتبه غيب، رسله غيب، الى آخر فالاسلام الان هذا مظهره لابد ان ينتقد من خالف الاسلام بظاهره وحسابه على الله، ما يعتقدون قل حسابه على الله. نعم. And he says continuing and one of the It's to be suffice, to be sufficient with the kitab and the sunnah. Because Allah subhanahu wa ta'ala has told us this, that it is to be suffice with the kitab. And He says from this we, we see <coughs> that the uh, Islam is external. Externally, as Muslims, we show our Islam externally, the five pillars. And Iman is internal. We cannot we don't know anyone's Iman and level of Iman, but we can, we can point out to his Islam. With the Shahada, the Shahada has to be said, it has to be recited. It cannot just be internally said to yourself, but has to be heard. So when becoming a Muslim, the Shahada has to be out loud, has to be recited. <laughs> <laughs> he was just questioning with the phone over there. He says, "Hopefully, no, no pictures or anything." So I told him no. <laughs> he, he says, "Because he, says he has severe fear of pictures because he knows from the, the the proof in in the Deen that it is haram to take pictures." So that's why he'll question if he sees a phone in hand. So you know. He says, yes. he has. says, so forgive me. He says, forgive me. Sometimes, even during my khutbah, I would point out if I see a phone in hand. Because I have severe fear of pictures because I know from the dalil that it is haram to take pictures. He says, because now, unfortunately, you find people, everything is pictures. You go into if they go into their phone, their gallery, or their photos, pictures of every single thing. And he says, and unfortunately, then we see that even some women got divorced because of the, of the pictures and things like that.

First, again, it was reciting the shahada out loud. And second, the salah. He says, salah is not hidden from no one. Salah is in jama'ah, in the masjid. So, we see who prays and who doesn't. Who attends the salah and who doesn't attend the salah. So, that those who don't attend the salah, we're able to point to. And say, this person doesn't, doesn't perform his salah. Doesn't attend the masjid. And he says, from this, the zakah. The zakah is external. We, they, it is given. To the needy. And from that, the siyam, fasting. Fasting is, it, it's also seen who's fasting and who's not. And he says also hajj. And on the other end is the internal, which is the iman, the belief, the iman and the the, uh, the the books, the, the iman in the prophet, the messengers, and the angels. And to the end, he says this is internal. Because we know from the, um, the, uh, the and the, again the shahada. He says, you know, saying it out loud is the difference between the Islam and Kufr And from the story that we uh, during the time of the sahaba, uh, forgetting the names, but the, in the in the story when uh, one of the sahaba, uh, one of the uh, mushrikeen said the shahada, and the sahabi killed him. And Rasulullah sallallahu he says, you have killed a Muslim. He says well he said it in his tongue but he, he didn't say it internally he says have you, have you opened up his heart and you know what's in his heart because iman is in the heart it is internal so we can't say that this uh, so this is again you know and, and uh, the sheikh with the pictures he was mentioning you know proofs of you know cuz again this is uh, even again I've been in khutbah where the sheikh has pointed out the brothers for who has a phone in hand you know for pictures and we've you know he's also ordered people to delete when He's seen him taking pictures, so he said again, he says, Forgive me, but this is just me, this is just the way I am. From knowing and understanding the Dalil, the proofs that Allah, even you know, Rasulullah in the Hadith, he says, shirar Nas, meaning the worst of people, is the, the photographers. So he says, Where do we go from this Dalil? and is authenticated. يؤمر يوم القيامة كل صورة صورها من ذوات الأرواح يؤمر أن ينفخ فيها الروح والصورة صورة لغة ومعنى صورة لو صورت الورقة في جهاز التصوير سمها صورة أين الأصل قال هذا الأصل وهذا الصورة اذهب الـ الـ تريد أن تقطع جواز الذهاب إلى الحج أو العمرة تريد صورة صورة تصور نفسك ذهب وتصور ما هذه؟ قال هذه صورة، صورة من صورتي صورة كيف نسميها بغير اسمها؟ ايش نسميها طيب؟ نسميها ايش؟ حصاه نسميها خشبه وش نسميها؟ صورة فكل واحد يصور صورة في الهاتف صورة بعضهم غلاف الغلاف الشاشة موجود فيها صورة اهله واسرته وزوجته يصلح هذا؟ كل ما دق الهاتف رأى الناس اهله ما يصلح هذا Mm -hmm. I'm going to ask him after I finish. this just what he he was mentioning. Uh, the, sh <coughs> the sheikh also he continues and he says. That the photographers will be ordered in the meaning that he'll be ordered to blow. He said, "Tell him in to blow soul into what you have created here, meaning the picture." He said, "Because some people, you ask them, you're taking pictures. Oh no, it's not pictures. It's just, and then he'll give you know a certain excuse. But these are photos you are taking. It is a picture you are taking. So you are um, uh, not." in point with the creation of Allah subhanahu wa ta'ala but you are going towards that where uh, you uh, you know the, uh, again the pictures we are held reliable for and we are supposed to stay away from taking this uh, taking pictures and then uh, the, as the brother was asking qul lakif infraq bayna al muslimun mu'minun when Allah subhanahu wa ta'ala is mentioned al muslimun mu'minun what is the difference between them وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فقالوا مراتب الدين ثلاثة الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان هذه درجات فقالوا فقبل الإسلام هل اعتقد أولا أو لا اعتقد بقلبه اعتقد أن هذا هو الدين الصحيح وقرأ عنه وتعلم عنه ثم لما اعتقد هذا الاعتقاد هذا الاعتقاد نتج عنه أنه شهد أن لا إله إلا الله فبدا بالايمان او بالاسلام بدا بالايمان عقيده ثم صدقه بالقول فدخل الاسلام بالشهادتين فدخول الاسلام بالشهادتين فلا بد ان يكون المؤمن امن بهذا الدين ثم اسلم فيكون مراتب الاسلام الدخول اليه الدخول اليه انه اسلم ثم امن ثم احسن وذكرنا اركان الاحسان كم اركان الاحسان عندك يا حمزه واحد ركن بعد الصلاة أركان الإحسان ركن واحد راجع نفسك <applause> <applause> شفتوا ما الذي يكون عنده جواب وما هو متأكد ما هو متأكد آه يبقى آه. آه كيف آه شفت إذا أسكن ذا the pillars of <تصفيق> <تصفيق> how many are they? So he asked Hamza how many is Though, those who are not firm and understanding and know the answer, they become in doubt because now he's asking, are you sure? Is it one or only one? You know, so he says, This is why knowledge and being understanding and you being firm and the knowledge you have is very important. <laughs>

As we know that uh, the, the, the deen, you know, uh, when he was asking what's the difference between Muslim and Mu'minun, and the Sheikh mentioned, he says, As we know, Islam is first. And he says, Knowing and understanding and giving the Shahada. بالإسلام. بالإسلام. No. As, as the ayah mentioned in the meaning of Allah subhanahu wa ta'ala, when the Arab said, we have, we have become mu'minun. He sa and then he says, No, do not say you are mu'minun, but you have become muslimoon. So, first comes Islam. And, yes no. بعد بعد الإسلام, no. and then he, because he told him, The Iman has not entered your heart. So, you become Muslims and then you become mu'minun. So, Islam comes first, which, in, as the Sheikh mentioned before, comes with the outer external actions. And this then leads to the iman. Which we know then after iman, then comes ihsan. And this is where the question of how many pillars are in ihsan. So anyone has the answer to... Uh, can we continue with the question about no. ihsan? Yes. Anyone? Adnanah. This is what one said to you. There is a difference now. There is a difference between what Rukunin said and what one said to you. Yes. معناه لغة هذا هذا شرعا إيش لغة أحسنت أحسنت هذا هذا معناه معناه صلاحا طيب لغة أبو حذيفة لها ها وقد نسيها في الطريق غيره الاتقان صنع الله الذي اتقن كل شيء اذا الاحسان الاتقان فهذا الركن الذي ننساه ركن الاحسان ركن واحد قال ان تعبد الله كانك تراه اذا انت هل تراه؟ قال لا ما اراه فان لم تكن تراه فانه يرى كما قال الاخ الان فيه مراقبه فهذا الاحسان ما هو سهل اننا نقول الاحسان ونمشي نفهم معنى الاحسان هو لغتنا الاتقان So, as he was asking you know, the questions in terms of the, and uh, the, the uh, it was answered that it's only one pillar of Ihsan. And uh, the pillar of Ihsan is, uh, he says, is it, it, it comes to the point where it is the perfection to perfecting your deen. So, as we know, it is Islam, Iman, and Ihsan. And Ihsan is. Uh, to know that Allah subhanahu wa ta'ala, you do not see Allah subhanahu wa ta'ala in the meaning, because uh, that you do not see Allah subhanahu wa ta'ala, but you know that He sees you. So now you're living your life and perfecting it, knowing that you are being watched by Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the ihsan. An example of ihsan? وهو, وهو وهو ومنه المراقبة والمشاهدة أنه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه وهذا واقع أنك لا تراه فإنه يراك ففيه مراقبة ومشاهدة من الله عز وجل على العبادة because you are worshipping Allah subhanahu wa ta'ala as if you see him but we know we can't see him we don't see him so now you worship him knowing that he sees you which is knowing that he is watching you watching over you So we have to perfect that in our ibadah knowing that when we live our life, Allah subhanahu wa ta'ala is watching and and all seeing and all hearing of everything that we do. So it's, this is under the understanding of Ihsan. لأننا لو عملنا بالمراقبة وعلمنا أن الله عز وجل رقيب علينا في كل حال في الخلوة والجلوة في كل وقت لتركنا المعاصي no. أن الله يشهد هذا ركنا الإحسان so مراقبة us knowing that we know Allah subhanahu wa ta'ala is watching and seeing and hearing and everything that we do wherever we are, wherever we might go to hide to sin, then we wouldn't sin. Because we know he's he's ever, he's watching over us. هذا ايضا فيه الخروج فيه الخروج عن دعوة الاسلام معنى من خرج عن دعوة الاسلام فإنه محاسب قال وعن الحارث الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وانا آمركم بخمس الله أمرني بهن اذا سمعت هذا تفتح اذنيك او لا؟ اذنيك وقلبك تقول ماذا أمر الله نبيه؟ خمس وانا اخذ منه الخمس قال وانا امركم بخمس الله امرني بهن السمع والطاعه الله اكبر الله اكبر انظروا البلدان الاسلاميه كيف خربت بسبب عدم معنى السمع والطاعه لمن لولي الامر البلدان التي اما قتل ولي الامر او او اطيح به أو شرد أو بقي يقاتل بلده خراب هذا طاعة ولي الأمر الذي بعض الناس عنده هذه الشهوة يريد تغيير الحكام ويريد يعني ويريد أن يكون هو رئيس وأن يكون هو ملك ما لك شغل الملك أنت أنت لك عمل عمل تابع عملك أنت ما لك للملوك أنت أو وغيرهم أنت أنت من الرعية خليك من الرعية إذا وقفت بين يديك إلا قل يا ربي أنا مسؤول عن أهلي ما يكفيك أهلك أنت مسؤول عنهم تريد أن تكون مسؤول عن عشرة ملايين عن أربعين مليون كم يسألك الله هناك فاحمد الله أنك من ملك ولا رئيس فهؤلاء الذي قال الحاكمية أنها لله وإرحل والشعب يريد إسقاط النظام ماذا فعلوا لو أخذوا بهذا الحديث السمع والطاعة في ماذا؟ في طاعة الله وإذا أمر بمعصية فلا طاعة له في تلك المعصية إذا قال لا افعلوا معصية قل ما نفعل المعصية وإن جلدك وإن ضربك وإن شتمك وإن فعل ما فعل قل أنا لا يقول لك لا تصلي لا لابد ما أصلي اقتلني وأنا أصلي لأنه أمر بمعصية لا تطيع في تلك المعصية لكن هؤلاء قالوا لا إذا الحاكم فعل شيء نخرج عليه ونقتله ونغيره شوفوا إيش حصل هنا الإسلام ماذا يأمرنا هو سماكم المسلمين من قبل سمانا الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الدعاء في صلاة الجنازة اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا اللهم من أحيته فحيه على الإيمان ومن أمته فأمته على الإسلام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قالوا كيف يموت الإنسان على الإسلام هل بيدي وبيدك أنك تموت على الإسلام وانك توفق للشهادتين وقت الموت قالوا هذا الامر اذا كنت تعمل بالاسلام حتى جاءك الموت اذا مت وانت مسلم لكن اذا جاء وانت تبيع خمر او انت مرابي او انت قاطع للصلاه كيف؟ كيف ستكون مسلم؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون فهنا قال هو سماكم المسلمين من قبل الله عز وجل سمانا مسلمين So the sheikhs continue and he says, as Rasulullah ﷺ, he mentioned, he says, I am ordering you what in the meaning, I have I'm ordering you what Allah has ordered me to do. And it's five. He says, so when we hear these hadith, we open our minds and hearts and ears to, to listen to this. And he said, and this is an order from Allah subhanahu wa ta'ala. So but he says and he says to listen and obey. You listen and obey. To what to the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala that is coming and revealed to Rasulullah sallallahu alayhi wa He says, But unfortunately, as we see what happened in our, in the Arab uh, countries in the Middle East, this idea of listening and obeying was thrown away. And this is what we have, because they didn't listen and obey to the rulings that they had, whether they were good or bad. But the rulers that they had at the time, then you know they revolted against them, and now we have you know the state of the countries as it is. Whether some of them were killed and now it's a vacuum of, with no ruling, or the ruler was, is still alive but the country is completely demolished and gone because we do not follow our deen. We are not following our religion. It is to listen and obey. This is what has, because the only time where we don't obey <coughs> is if we are being ordered to disobey Allah subhanahu wa ta'ala. Because there is no obedience in the disobedience of the Creator. We do not obey the creator against, and, and disobey um, uh, obey the, uh, the, the creation and disobey the creator. because And then he says, uh, when he continues, he says, we, uh, uh, t uh, we were told to die uh, dying as a Muslim. He says, And when they ask, How are you going to die upon Islam? How are you going to die as a Muslim? As Muslimun? He says, By living your life. Properly as a Muslim, then Allah subhanahu wa ta'ala will give you that blessing of, a, of, a, of an ending as a Muslim. But if we live our life dealing with haram, selling alcohol, dealing with gambling, dealing with interest, anything that's haram, how are you a Muslim if you're dealing, if you're doing all the dealings that is going against Islam? So, how is your end going to be to, to die as a Muslim? قال وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة ثم ماذا جاء بعد السمع والطاعة الجهاد ما هو كل مجتمع عشرين ثلاثين نفر ولا مئة نفر ولا ألفين قالوا يلا نروح نسوي لنا نجاهد هذا ليس دليل ليس دليل السمع والطاعة لمن؟ لولي الأمر هذا هو لم يأتي السمع والطاعة إلا بعده ماذا جاء الجهاد ثم والهجرة ثم والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد أو قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه عدنا إلى فضل الإسلام هذه الخمسة التي أمر الله عز وجل نبيه ونحن نتبع فيهن نعم وفي غيرهم والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعم. إبدأ ترجم تريم تريم. continuing he says uh, as Rasulullah صلى الله عليه وسلم was saying he says I am ordering you all what Allah سبحانه وتعالى has ordered me with five and the first one was the to listen and obey and the second is jihad. He says, and jihad is not like how some people think is, you know, twenty, thirty, and they want to go out and fight in the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. It has its conditions and, 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 and things of jihad. And third is hijrah. And fourth is the jama'ah, to stick to the jama'ah. To be, and now, an, <clears throat> yeah, to stick to the jama'ah. And he says to the jama'ah, this is back again to what it is the jama'ah upon the proper creed and proper uh, being on proper deen of Islam. فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه أيش الربقة؟ قالوا الطوق الذي يكون حول 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 رقبة الشاه إذا خلع أصبحت ليس لها ما تقاد به ربقة الإسلام وهي شهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الذي يطوق بها الإنسان فإذا خلعها قال قال, قال فمن فارق من فارق الجماعة قيد شبر جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع يعني له باب للتوبة أن يعود إليها ومن دعا هذه الخامسة الذي استعجل عليها المترجم ومن دعا دعوى الجاهلية الذي يدعو بدعوى الجاهلية هذا أيضا له عقوبة So again, the five is to listen and obey. Second is jihad. Third is hijrah. And fourth is jama'ah. And staying, he says, because uh, staying upon the Islam. He says, for, uh, as in the hadith, in the meaning of the hadith, he mentions, if for those who have left the fold of Islam is like pulling off the leash. And the, the, sheikh, and the sheikh, he gave the, the example of when you have a, a, a lamb or sheep on a leash and you're removing, freeing her.

فيقوده الطفل الصغير خلفه وهذا المؤمن يكون الاسلام ينقاد للاسلام يخضع للاسلام كالجمل هذا الشامخ لكن يقاد يقاد بماذا؟ يقاد بخيط فهذا معنى ان ان الذي يقاد للاسلام الذي بالمقابل اذا خلع هذا القيد الذي ينقاد به لمن ينقاد؟ اصبح ليس له دين والعياذ بالله

The, the fifth is the, the, call, the calling of uh, you know, the Dawat al-Jahiliyyah, uh, which is the calling of the Jahiliyyah, the ignorance. And uh, again, the Sheikh was just clarifying. He says, and when he uh, made the example of the, the leash, he's, uh, you know, because this is this is the Islam. He says, like you know, the leash around the camel, and you are you know, bringing him or pointing him to the to, to the right path. So if the person leaves the Jama'ah of the Muslimun he is not going astray because he is not led by this, you know, to the, to the straight path. Aala sallallahu alayhi wa sallam wa man da'a bi da'wa aljahiliya fa innahu min juthaa jahannam juthaa ma'na yajthu ala rukubatay fi jahannam قال فإنه من جثا جهنم هذا الذي فارق الجماعة وفارق الإسلام فإنه من أهل النار فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فعكس دعوة الجاهلية قال صلى الله عليه وسلم فادعوا بدعوة الله الذي سماكم، انجى صاحب السؤال؟ هذا الجواب لا زال تبعا، قال: فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين، بدأ بالإسلام أو لا؟ سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، هذا الحديث وقد اخبرنا المترجم ان الوقت قد داهمنا فنكتفي بهذا القدر ونسال الله عز وجل ان يكون ما قلناه خالصا لوجه الله نافعا لعباد الله ليس فيه رياء ولا سمعه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك إذا يأذن يأذن والناس هذا إن شاء الله آه نعم يقول لك أنت ذكرت نسبة الستر هو الدرس نعم هل يعني ذاته هي الستر بنفسها أو العمل بنفسه ولا يعني شو أولا أسأل الله عز وجل أن يجزي السائل خيرا قولوا آمين الأصل أن المصلي يأتي من آخر المسجد إلى أول المسجد هذا معلوم جئت الأول تعال أول الصف أيش اللي يخليك تصلي هناك وتحتاج إلى سترة وبعدك نجار مسلح يسوي لك سترة تعال أنت أول الناس جئت تعال إلى أول المسجد وصلي إلى هذا السترة أو صلي إلى ذاك الجدار جيت وقد الصف الاول ممتلئ اجعلهم ستره لك وصل وهكذا 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 حتى يمتلئ المسجد لا نحتاج الى كراسي ولا الى اعمده ولا الى شيء اليس كذلك هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه هذا ابدا عندنا مسجد النبي عليه الصلاه والسلام ما كان فيه الواح ولا كان فيه قالوا كنا اذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم اتممنا الذكر بعد الصلاه التسبيح والتحميد وغيره ثم قال ابتدرنا السواري كل واحد يسبق إلى السارية الأعمدة ثم يصلي إليها طيب وإن صلى إلى صاحبه وانصرف صاحبه يبحث عنها يتجه يمنة ويسرة وإلى الخلف ويبحث عن مكان يصلي إليه ما فيها شيء لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادت شاه أن تمر بين يديه شاه وهو يصلي فساعاها حتى لصق بطنه في الجدار قال هذا دليل أنك تسعى اسعى وابحث عن سترة لماذا تبحث عن السترة؟ الشيطان يقطع صلاتك كثرة الوسوسة في الصلاة والله ما جاءت إلا من عدم التراص في الصفوف إني أرى الشيطان يدخل من خلل الصف جاءت كورونا وخلت الناس بين كل واحد مثل قالوا الحمد لله اللهم اجلب لنا كورونا مرة أخرى علشان نصلي ونرتاح كل واحد بينه وصاحبه متر مالك صفوف كان الرجل يؤتى هذا بين الرجلين مريض يوضع في الصف فهذا من هذا الجانب وهذا من هذا الجانب يحمونه ما يسقط هذا دليل على التراص لا أنا مذهبي حنفي أنا مالكي أنا شافعي أنت على مذهب من؟ قال الرجل الذي طلق امرأته ثلاثا قال فذهب إلى المفتي قال على أي مذهب أنت؟ قال على المذهب الذي يرد زوجتي ونحن دائما نميل إلى الخلو الخنوع والكسل المذهب الذي أنا مرتاح فيه أنا معه المذهب الذي قال احلق لحيتك أنا معه والذي قال ربها هذاك بكيفه هذا يربيها هذا ما هو اسلوب انت معك دين معك كتاب معك سنه اتبعها ما في اختيار وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أنت مؤمن فهذا الدليل على أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه أعمدة ما كان فيه أشياء تنقل كان الصحابة يأتون الأول الصف الأول فالأول فالأول فالأول, 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 فالأول إلى أن يصل الصفوف آخرها ولنا قدوة الآن في الحرم المكي يبدأ الناس أول صف حول الكعبة ثم إلى 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 إلى, إلى خارج إلى السطوح الصفوف متصلة هذه الصفوف ما يبدأ الشخص يريد هناك يصلي علشان يتخذ لها سترة هذا إحياء سنة في المسجد وليس إحياء بدعة السنة من عمل شيء في المسجد عليه الدليل No. So the Shaykh, I mean, I, first of all, I'd like to apologize if we're taking more time, but this is, you know, usually a one a lifetime opportunity where we get to ask the questions and benefit. So, inshallah, you know, the brothers and sisters will be patient with us. Um, First of all, the sheikh mentioned uh, the brother had asked in terms of the sutra because the sheikh in the beginning of the dars he mentioned he says he sees that you know there's these wooden sutras that are being put in front of the brothers to, to, you know, for the salah he says this is this is a bid'ah ah. there's no dalil from uh, Rasulullah ﷺ or any of uh, the Sahaba you know to to have made or you know uh, created such uh, such a thing he says because first of all you have to think when you're coming in for your salah you are coming in into action of ibadah. So you make your way from the back to the front. So you you find the nearest wall, the nearest pillar that is in the, in the place, and you use that as your sutra. So you and and then if you find the first line is full, then now you use in the musalleen in the first line as the sutra. So you fill in the next. You do not keep these gaps when you pray in the different parts of the masjid. He says it is salah. You have to be awake, and you, you cannot be lazy. So As soon as you come in, you want to perform your and you perform it by the door. He so, said, no, you have to be awake. This is deen. He says, Even in standing in salah, you're standing foot to foot, shoulder to shoulder. You know, that's what he was showing with his hands. He says, This is deen. You have to be, uh, you know, uh, with, with complete conviction and sincerity when you're coming into this ibadah. It is very important. He says, And we can't just say, Oh, I'm, you know, by this madhab, maliki, hanafi, this. This is your deen. This is because he says, it, for example, the, uh, it, there was uh, a story that someone divorced his wife. So he goes to the sheikh. He says, "I want to, you know, return my wife." He says, uh, "Under what madhab you're on? You know, what school of knowledge you're on?" He says, "The madhab that's going to be able to return my wife for me." So you know, he said that's not deen You know, we are upon the kitab and the sunnah. And we know from Muhammad وسلم, he says, you know, the, the uh, you know, uh, lining up in salah and the importance of, uh, you know, uh, finding the sutra and not going, finding, you know, uh, you know, uh, 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 you know, worksmen to be able to make this sutra for you and create it. There was no such thing done, you know, in the history and from the, from the Muhammad, uh, Rasulullah sallam down to us. And this في صحيح مسلم لا يصلي احدكم الا الى ستره، ايش فهم من هذا القول؟ هل له مخالف؟ هل له وجه ثاني او له وجه واحد؟ لا يصلي احدكم الا الى ستره، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان وان كان في الصحراء يوضع بين يديه عنزه، صحراء ما فيها احد، حتى الطير ما فيها، ومع ذلك يوضع امامه عنزه، لماذا؟ خوف من الشيطان ان يمر بين يديه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الشيطان يمر بين يديه فمسكه نحن نخاف من الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم قبض عليه ثم خنقه قال فوجدت برد لسانه على يدي يريد أن يقطع الصلاة نحن ما الذي يدفع عنا الشيطان السترة لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة كيف نعرف هذا المعنى سألنا بعض الإخوة الذين يأتون إلى المسجد قلنا له لماذا لا تستخدم سترة قال أنا في المسجد No. So, again he's saying he this is the importance of the sutra because we know from Rasulullah, وسلم, he says, Do not pray in, only to a sutra. But it is not a sutra that you're going to be moving, it's going be coming in again, as we explained before. Because he said, He mentioned even before uh, that Rasulullah, وسلم, when uh, uh, a small lamb was trying to pass by him, and he brought himself all the way to the wall, To even to he stuck him, his 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 body to the wall so that even the lamp doesn't pass him. And he also just mentioned also when Rasulullah put his hand out and he grabbed the throat of shaitan, even to his saliva, he felt the coldness of his saliva on his hand. And it's because it's important because shaitan goes through our, will come

It's, and this is also when we were ordered by Rasulullah ﷺ, that if someone tries to pass your salah, you're supposed to hold them back. This is the importance that you, you because you are praying and this is, you have your, you have your, yeah, the sutra that you are praying in front of, so you hold back whoever tries to cut your salah. مؤخرته تكون ادنى من مقدمة قال يكون بين يديه مثل مؤخره الرحل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا كم المقاس؟ كم مقياس الستره؟ ذراع الا قليل. هذه ستره. بعض الناس يضع الجاكت، يدري ان هناك ستره يضع الجاكت، والثاني يضع النظاره، والثاني يقول ايش؟ يقول انا اضع قاروره الماء، وهذا يضع كذا، الستره اقل من ذراع بقليل بهذا الشكل. هذه ستره. إذا بين يديك مثل هذا أحمها كم بينك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم بين المصلي والسترة؟ ثلاثة أذرع ثلاثة أذرع ستة أقدام علشان يحميها إذا جاء أحد أي أراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أو قال: فإنه فإن معه القريب دليل كم من أدلة على السترة؟ كم من أدلة؟ أدلة كثير He says, and from the hadith, we, we know that the, the importance of the sutra and the mandatory of praying towards the sutra and the, the height of the sutra and the distance between the person praying and the sutra is supposed to be six feet. You know, so you will get that position where you are able to return someone or something that's trying to cut, cut your salah. And in, uh, and he says this is very important because it is authenticated and it is mentioned by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Also the height, he says, knowing that when you're praying towards something that's you know already there, for instance, praying towards a wall or towards something, that it has to be a certain height. But we find some people they come and pray in the middle of the masjid, they'll put down their, their glasses or they will put down their phone or a bottle of water, and they think their sutra their salah is already protected. Says, that's no such. You have to. Stop being lazy and find the proper sutra to move towards to and, and make your salah. Or you succumb come into the masjid. You come in towards the front. You're definitely going to find the wall where the masjid comes where the musalla comes to an end. So there's no uh, you know there's no uh, re reason for you to pray in the middle of the masjid and you decide you're just going to put your lay down your jacket and you said this is my sutra. He says no because the sutra has to have a certain height and that's what the shaykh was mentioning with his hand. But I'm not sure. اليس كذلك يرجح بها يرجح بها الميزان حسنه فهذه من الحسنات انك تتخذ ستره انك تتعلم مسائل الصلاه هذه من الحسنات وافضل ما كتب وجمع اذا كان مذهبك مذهب السنه لست مع زيد من الناس ولا عمرو انت مدعو الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا الدليل من الصحاح من صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن والمسانيد وغيرها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فافضل ما جمع في هذا الباب كتاب صفه الصلاه للشيخ محمد ناصر الدين الالباني من الباني اجل والله عز وجل جعل له قبول وهو من اهل الحديث له كتاب كل واحد من المسلمين يجعل له هذا الكتاب ينظر فيه من التكبير الى التسليم الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتمني اصلي من اراد ان يقدم صلاه يا تجار عندكم التجاره من جاء وباع بال عنده قلم وعنده كاشف يشوف المائه الدولار هذه صحيحه والعشره وال... هذا العباده اشد تريد عباده لله تقدمها قدمها صحيحه كما امرك الله عز وجل والا فهي مردوده هذا الرجل الذي جاء الصحابي وصلى امام النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلى فانك لم تصلي ايش السبب اتخذ ستره وتوضا وجاء وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهده وقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي قالوا ما هو السبب؟ قال لم يطمئن في صلاته كان يستعجل بالقيام والسجود ما كان ياخذ ياخذ الاطمئنان الصحيح فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي نحن بحاجه هذه الصلاه اول ما يحاسب عليها العبد فاذا صلحت صلح باقي عمله وان فسدت فسد باقي عمله فنحرص على هذه الصلاه ما هي شغل؟ فقط أنت تجي المسجد عشان تشتغل وتمشي. هذه صلاة قدمها عبادة لله. نعم. He says in learning and understanding to perfect our salah, our main ibadah, is very important. He says in from one of the best books to return to to understand your salah and how it's supposed to be done, it is the the, the book by uh, al albani رحمه الله عليه, which is the prescribed salah of Muhammad صلى الله عليه وسلم. He says, because we need to learn our salah to be able to perfect it. It's not just an action. You come in, you physically move, you know, and then you just walk out, you finish. He says, no, it's very important. The salah, we have to understand it to be able to perfect it and to know and understand it to bring our soul and ourselves into the salah so we are doing it properly. He says, because we know of the Arabi who, who went in and, Ras and he, he Rasulullah was watching him pray. He came to the, to the sutra, he prayed his salah. He did what he was supposed to do, but he still ordered him to redo his salah. He says, What was the reasoning? He kept ordering him to redo it because he was moving too fast in his salah. So, this is why we have to know all the proper, the proper way of making our salah properly. But so, we, our salah is accepted and it is not refused by Allah subhanahu wa ta'ala. <laughs> He, he says it's, it's a general, it's a general um, uh, uh, shahada that we, we uh, proof that because it is, it is time for Ramadan. We know that the moon of Ramadan has been shown and Ramadan has entered. So as Muslims, all supposed to be fasting. So this is where it, 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 it is because as we mentioned, the shahada is to be spoken and the salah. You see the, the, the ones praying. and the zakah has to be given and then we mentioned that uh, and we, which is you said the fasting the fasting is that you know because ramadan has come in now we know that is an obligation upon all so from then you know this حافظة على الصوم ذاك أمانة أمانة بين العبد وربه حافظة على الصوم لكن الظاهر أنه دخول رمضان وخروج رمضان حصول الإفطار حصول السحور تراويح رمضان كلها ظاهرة هذا ما هي خفية Yeah, he, says, you know, he says, from the general, we know Ramadan is upon us, so every Muslim is supposed to be fasting because it is a, it's an obligation. Right? He says, but yet the internal, we know if he's really fasting and doing the fasting properly and staying from what he's supposed to be staying from, that goes back internally to the person himself between him and his Lord. <laughs> يا مستعجل على البيت ما انت ستروح الان عندك 12 ساعه و 14 ساعه الى الصباح احسن وقت لصلاه العشاء نصف الليل وش العجله ايش فيه وهذا أيام ما في شغل فاسمع لي اسمع لي فمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال انت في صلاه ما انتظرت الصلاه اذا انت في صلاه الان فانت في ميزان حسناتك الصلاه اه الحمد لله فهذه عباده and the Shaykh he mentioned he says as it is mentioned that as long as you are waiting for Salah you are in Salah so you are being rewarded for waiting around for the Salat al-Isha you know so he says even it is mentioned it is best for Salat al-Isha uh, to be as late as possible because you know what are you, what is, what, what's the rush for you, from now to Fajr you have many hours you know, go home and do what? So this is a benefit. And it is, you know, something that comes not often. So it is to benefit from, you know, and inshallah, everyone, you know, has benefited. And uh, alhamdulillah. And Bismillah Allah alayhi wa Just to clarify the last hadith. Of the, in, in the actual, from the, from the the text that the sheikh was uh, uh, teaching from, that Rasulullah ﷺ said, And I command you with five that Allah commanded me, listening and obeying, jihad, hijrah, and the jama'ah. For indeed, whoever parts from the jama'ah, the measure of a handspan, then he has cast off the yoke. Which also was mentioned as uh, similar to a leash, the yoke of Islam from his neck, unless he returns. And whoever calls with the call of the Jahiliyyah, then he is from the coals of hell. And a man said, O Messenger of Allah, even if he performs salah and fasts, to the end of the hadith. It's a very long hadith, but I just wanted to make sure that the five that he mentioned of orders were, were clarified and understood. So this is uh, in just uh, and uh, again, you know, we apologize, you know, for, for the, uh, the extension. But as you know, uh, as we see, you know, the benefit that was coming from going back and forth with the brothers, you know, the sheikh usually, you know, he he gets into the mode where he sees that, that you know there's benefit, so he'll lose track of time, and the same way I would lose the track of time when translation, but because it's the benefit that the brothers and the sisters are getting from it. So, you know, Alhamdulillah, you know, there was enough benefit. And, uh, you know, we have had questions, you know, and requests that we continue. So, those, you know, inshallah, who wouldn't want to stay in benefit for any questioning, you know, uh, we couldn't ask the questions. The Sheikh is willing to, uh, you know, to continue now. You know, he says, even from now, if, if the questions continue, you know, to morning, he says, no problem. You know, so as long as it's benefits if you have any questions he says you can raise your hand and ask a question inshallah right hand